أهلا بكم. من منطلق الواجب الإنساني والاجتماعي تجاه المصابين بمرض السرطان من الأطفال وغيرهم، نظمت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع مؤسسة فجرنا للإنتاج والتوزيع الفني أول مهرجان خيري فني يعد الأول من نوعه في الأردن، والذي جاء تحت عنوان صوت الحياة. المزيد في هذا التقرير. أقامت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع مؤسسة فجرنا للإنتاج والتوزيع الفني أول مهرجان خيري فني في الأردن تحت عنوان صوت الحياة. ويأتي هذا المهرجان الغنائي الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة بعمان من أجل توفير ما يمكن من الإمكانيات لكي يتمكن أكبر عدد من الأطفال الاستفادة من العلاج من خلال مركز الحسين للسرطان، خاصة مع زيادة الحالات الواردة إليه وارتفاع تكلفة العلاج. وألقت راعية الحفل سعادة العين القاضي الدولي تغريد حكمة كلمة أثنت فيها على جهود مركز الحسين للسرطان وما يقدمه من خدمات صحية ودعم للمصابين وما يوفره من بيئة ملائمة للعلاج، مؤكدة أن العلاج يأتي من الإرادة والعزيمة. المرض مش مشكلة أبداً، مقدر يتخطاها الواحد ويوصل لأي شيء بده، ودائماً يعني من يركب البحر لا يخشى من الغرق، وهناك دائماً كما قلت في ضوء في نهاية النفق. نرجو أن نقف جميعاً مع هؤلاء الأطفال أبنائنا الأعزاء، أرجو أن تبتسموا، أريد ابتسامتكم، ابتسامتكم هي حياة، دائما هناك أمل في الحياة. علي علي بطل فليت، هيا بريا جراندايزر، بعزم علي حمما أرسل، افتك بالأعداء، كافح شرم حط المكرا في حزم ويباء، امنع طمعا اردع جشعا فالخطر كبير. وتم خلال المهرجان عزف وغناء للأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال التي يألفوها ويتفاعلون معها من قبل أوركسترا موسيقية، ومشاركة للفنانين الذين أدوا هذه الأغنيات بأصواتهم، منهم الفنانة عايدة الأمريكاني، واستضافة للفنان الكبير سامي كلار. فخر كبير أن أكون موجود بعمان، خاصة أنه أنا وعمان تربطني أنا والأردن يعني ذكريات كتير حلوة. أنا بلشت بالغني بالعربي بالأردن، تمي وقمت نرقص على الأيام وغيرهم، من هيك في رابط كتير يعني كبير بيني وبين الشعب الأردني عامة، وطبيعي أنه الحفلة أقدم فيها الأغاني اللي بيعرفوهم وبيحبوهم الأطفال، جراندايزر وجزيرة الكنز، وهي مشاركة. وبعدين الحلو ننقل هالأطفال دعم، مش بس مادي، دعم معنوي ودعم اجتماعي ودعم إنسان، نوقف حدهم، وخاصة هني عندهم السلاح الكبير المحبة والأمل والإيمان، وهالسلاح نقلونا إيه، بنقلونا إيه عطول من خلال حفلتنا اللي نعملها منقدمها لإلهم. وبعتقد هيدا هو الهدف، الطفل إذا كان طفل منساعده، كيف إذا كان طفل عنده مرض ولازم نساعده أكتر ونوقف حده. هذا شرف كبير لإلي كون موجود معكم اليوم كنت بعمان. هذا التراث الكبير من أغاني الكرتون اللي أصلاً الأردن تميزت فيها،
في الدبلاج وفي الكتابة وفي التلحين، حبينا كمان نعمل لفتة إنه نكرم هدول النجوم والرواد اللي كانوا لهم علاقة في هذه في هاي الأجواء وفي هاي الأعمال، وكمان عشان نسعد الأطفال، وكمان في هدف إعلامي جدا مهم إنه إحنا بدنا نلفت نظر العالم إنه المساهمة في دعم هدول الناس يعني بأي شيء هو إشي حتمي وضروري وبيساهم مهما كان صغير. وعرضت خلال الحفل قصص نجاح لعدد من الأطفال الذين تعافوا من مرض السرطان، بالإضافة إلى استضافة عدد من الداعمين للمركز من خلال أعمالهم الخاصة ونجاحاتهم العملية. وفي ختام الحفل الذي رصد ريعه لصالح مرضى السرطان في المركز، قدمت الدروع التكريمية لمستحقيها.